السلام عليكم خاوتي واخواتاتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم إكريك تي دي زد وين. دايما نجيب لكم اهم اخبار الجزائر. اليوم كما عودناكم خاوتي، اليوم جبنا لكم اخبار مفاجئه ومهمه. فرنسا الان اصبحت غاضبه كثيرا من الجزائريين وتمنع دخول المزيد من الجزائريين الى بلدها. في الاخبار ايضا راه انتشرت ظاهره خطيره جدا تمس المجتمع الجزائري، وايضا النساء هم اكثر اقبالا على هذه الظاهره، وراح تتفاجئوا بهذا الموضوع. عمركم ما كنتوا عارفين بلي اكزيستي في الجزائر. اخيرا في الاخبار، وبعد تهميشي السباح العالمي جواد، وزير الرياضه بنفسه يطرد رئيس فيدراليه السباحين. كما شفتوا خاوتي، هذه هي ابرز عناوين اخبار اليوم. ما لابقى معنا حتى الاخر باش تعرفوا كاع التفاصيل. قبل ما نبداو هذا الفيديو، ايضا ارجوكم خاوتي دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، كل هذا راح يدعمنا نتصدوا الحملات السينيور. شكرا. لما نطول عليكم، هيا الى تفاصيل الفيديو. الان خاوتي راح نشارك معكم فيديو شفته من قناه فيزيون تي في نيوز، اللي تحط اخبار عن الجزائر، ونشرت ريبورتاج مهم جدا تتحدث فيه على ظاهره الكثير من الجزائريين ما يعرفوش بلي تكزيستي ولكنها منتشره كثيرا، هي ظاهره الوشم ولا التاتواج. الان في هذا الفيديو راح تكتشفوا امور خطيره ومدهشه صراحه. شوفوا معايا فقط مقدمه الفيديو، فيها الكثير من الامور، يعني اختصر لك الفيديو في 30 ثانيه. وش بيه التاتواج؟ زعما حرام؟ 70% منهم مبالغ. سمعتوا يا خاوتي، قال لك 70% من الناس اللي يروحوا يديروا تاتواج في الجزائر ولا الوشم في الجزائر نساء. وش بيه التاتواج؟ زعما حرام؟ 70% هذا قال لكم شي حرام طوب. 100% منهم بالغ. ارتواد وشام داخل الحبس. يعني ملعونين. طب بولح يقول لكم ملعونين، يعني مشي ربي يهديهم ولا بالك ديروها غلطه ويقدروا، قال لك ملعونين من الاخر. المهم كي تدخل. ثم ما همش مربينهم. تدخل تفاصيل المزيد من الفيديو تلقاو بلي بزاف ناس في الجزائر راهم يديروا في الوشم، وهذه الظاهرة أصبحت عادية جدا. عندهم مراكز ويوصل سعر الوشم 45 مليون سنتيم. خاوتي تخيلوا معايا هذا الرقم الخيالي. وأيضا كما راكم تشوفوا معايا هنا، قال لك النساء أكثر إقبالا على مراكز التاتو في الجزائر بنسبة 70%، والوشوم الغالية قد تصل إلى 45 مليون. هذا النوع تاع الوشم يكون في الجسد كامل. ممكن نشاركم معكم فيديو تاع كاين انسان متحمس بزاف على التاتواج، ولكن قال بعض الامور لوجيك على هذاك الايمان اللي شفناه قبيل تاع ملعونين. شوفوا واش قال. ابراز جانب جمالي. واش بيه التاتواج؟ زعما حرام؟ ماشي التاتواج دوك بار اكزومبل بنادم زعما يماك عزيز عليه راحت ولا هذاك يغلط يدير تاتواج باش وين يشوفك يتفكر هذا. سمعتوا واش قال خاوتي؟ قال بالك يغلط، يعني حتى هو ما راه يبان متحمس وفرحان بشان هذا الامر، قال بالك يغلط ويدير هكا تاتواج باش يتفكر يماه اللي ماتت. في حين روحوا شوفوا هذاك بولحية، قال لهم ملعونين من الاخر. واظن انه الامر ما لازمش يتعالج بهذه الطريقه. صحيح انه هذه الظاهره ماهيش مليحه ويعني تفسد المجتمع الجزائري، لكن هاللي نبداو نتعاملوا مع الناس اللي راهي موشمه ديجا ما لازمش نشوفوهم على انهم اناس اشرار. بالك صح غلطوا في الماضي وديروا هذاك الوشم، ولكن يجب التوعية باللي هذه الأمور مش راح تكون عندها منظر جيد للإنسان في كل المحافل. يعني تخيل إنسان داير وشم وراح زعما للخدمة، راح أيضا راح يبريزونتي شكل غير مرغوب فيه في مجال العمل، وبالتالي مش راح يتم قبوله في العمل. أيضا نفس الشيء إذا راح زعما يخطب بوحدة وراح يتزوج بوحدة، يشوفوه داير التاتو هذاك ولا الوشم راح يهربوا منه، يعني راح تأثر على الحالة الاجتماعية للإنسان بزاف. لذا من الأفضل الناس ما تديرش تاتو. انتم أخاوتي وش راكم في هذا الموضوع؟ خبرونا لكم في التعليقات. الآن خلونا نروح للخبر الآخر. في الخبر الآخر، وبعد تهميش السباح العالمي جواد، وزير الرياضي بنفسه يطرد رئيس فيدرالية السباحين. كما حكينا لكم البارح خاوتي، رئيس فيدرالية السباحين دخل في حرب مع السباح جواد. السباح جواد اللي حصد أزيد من 11 ميدالية ذهبية والمزيد من الميداليات الأخرى في ألعاب العربية في الجزائر، كان حاب يروح يشارك في مسابقة في اليابان، مسابقة عالمية وإن كان راح يمثل ويرفد علم الجزائر، إلى أنه الفيزا تاعو اترفضت. ثم قام بشكوى لدى الفيدرالية تاع السباحين إلى أنهم تم يعني تجاهله.
بدا جا بغضب الى وسائل الاعلام وبدا يشكي هذ يقولهم شوفوا راه مهمشونه وماهمش اكفاء وماهمش يخدموا خدمتهم. خرج رئيس فيدرالي السباحين غاضب قالوا عليه راك تبهدل فينا قدام الناس، لو كان هضرت معنا بيناتنا لتحت لتحت نقدروا نفروها، وانت راك بهدلتنا قدام محافل عالميه، وانت ثانيك اصلا ما تعرفش تعوم، النتائج تاعك هابطت. يعني بدا يهاجم عليه. ورعاها مباشرة جاء جواد وجاب به أيضا رفضوا الأدلة اللي كانوا يتصلوا به ولكن كان يتجاهلهم. أيضا قالهم باللي يودي توما تقدروا تروحوا راكم باك تكبروا بالحكاية، تقدروا لأنه هذا السباح جواد عنده ناسيوناليتي واحدة أخرى أوروبية، قالوا تقدر تدخل بالباسبور الفرنسي اللي راه عندك، مش شرط تدخل بالجزائري اللي رفضوه لك. هنا السباح جواد غضب قالوا كيف أنا راني راح نمثل بلادي ونرفع علم الجزائر ندخل باسبور من غير بلادي؟ قالوا دي عمرها ما تصرى. وبيبه قالهم لو كان ما يعطولوش باسبور الجزائري والله ما راح يدخل يشارك في الأولمبيات. هذا الأمر أغضب كل الجزائريين في المجال الرياضي وأيضا حتى المواطنين العاديين. هادو يقولوا كيف راك متهمشو أتليت موهوب مثل هذا قادر يرفع علم الجزائر في العلالي. ورأها مباشرة وزير الرياضة بنفسه قام بطرد رئيس اتحادية السباحين في الجزائر، حيث قرر وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حمد توقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للألعاب المائية محمد حكيم بوغادو بصفة مؤقتة من كل أنشطة الحركة الرياضية. أيضا أحب نذكركم خاوتي هو أنه مور ما انتشر الأمر وخرج عن النطاق، خرج وزير هذا رئيس الاتحادية تاع السباحين باش يتحدث على هذا الأمر وقال باللي يودي في الحقيقة في حقيقة الأمر صح السباحين راهم مظلومين ولكن هذا بسبب الروتار تاع الدراهم اللي راهم يجوا. وبعد طلب من الرئيس عبد المجيد تبون تسرع الوزارة في تقديمهم إلى الأموال، لهذا أظن أنه من ناحية ما لام وزارة الرياضة بهذا الخصوص. هذا الأمر أغضب وزير الرياضة وقام بعدها بطرده. ايضا ثم اشاركم خاوتي في هذا الموضوع، خبرونا لكم في التعليقات وفي اي جانب انت. طبعا انا في جانب السباح ونتمنى يحقق نتائج جميله جدا في الاولمبيات وفي مسابقه اليابان. الان خلونا نروح للخبر الاخر والاخير. اخيرا في الاخبار، فرنسا الان اصبحت غاضبه كثيرا من الجزائريين وتمنع دخول المزيد من الجزائريين الى بلدها. الآن خاوتي وبعد التهميش اللي تعرضوا له المهاجرين الجزائريين وتلفيق التهم اللي عمرهم ما داروها مثل تكسير الحوانت في ذيك المظاهرات اللي مشي الجزائريين هم اللي داروها انما الفرنسيين، اصبح المسؤولين الفرنسيين وحتى الشعب الفرنسي غاضبين جدا من المهاجرين الجزائريين. الامر وصل الى ان السلطات الفرنسية اصبحت تضغط للحد من الهجرة الجزائرية نحو فرنسا، يعني ما محبين حتى الجزائري يزيد يجي لفرنسا. وهنا طلبت النائبة البرلمانية إيمانويل مينار زوجة عمدة بلدية بيزي جنوبي فرنسا من حكومة فرنسا الحد من هجرة الجزائريين نحو فرنسا، يعني قالت للحكومة الفرنسية تمنع الفيزا من كل الجزائريين سواء عمال رجال أعمال طلاب، يمنعوا كل الجزائريين من دخول فرنسا. يعني يمين متطرفي أكثر من هذا مشتش، يعني لحقت الحد النازية. المهم طلبت إيمانويل مينار من وزارة الداخلية جيرار دارمانين إطلاع الفرنسيين عما يعتزم فعله لتنظيم تدفق الجزائريين نحو فرنسا، وشددت هذه النائبة على إعادة النظر في اتفاقية التنقل لسنة 1968 اللي حكيناكم عليها مقبل، راهم حابين يلغوها إلى الآن. فرنسا ما حبش تلغيها لأنها خافت تخسر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصا أنها متوترة في الأيام الأخيرة. إذا تم إلغاء هذه الاتفاقية يعني نقدر نقولوا الله يرحم العلاقات بين الجزائر وفرنسا. اللي موش فاهم منكم الأمر، وقعت فرنسا والجزائر عام 1968 اتفاقية لتنظيم تشغيل الجزائريين في فرنسا، يعني الجزائريين يروح يخدموا في فرنسا عادي، وحصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين. وفي هذا الوقت كانت فرنسا في خضم فترة ازدهار ما بعد الحرب، تفتقر إلى القوة العاملة لدعم التطور السريع لاقتصادها، لكن الآن أصبح في فرنسا الكثير من الشباب المهاجرين والتي ما تحتاجش الجزائريين، لهذا راح حبت تلغي هذه الاتفاقية. الآن خوتي وش رأيكم في هذا الموضوع؟ خبرونا لكم في التعليقات. كما شفتوا هذه هي شاركنا معكم أبرز عناوين أخبار اليوم. إذا عجبكم الفيديو أرجوكم ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في هذه القناة وفعلوا الجرس، كل هذه الأمور راح تدعمنا نصدّي كل حملات السينيال. شكرا جزيلا الشكر على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار والمواضيع. إلى اللقاء.